وهدف غالي عليا قوي يعني. طب انا معانا على التليفون كابتن مروان محسن، الشكل كهربا هينافسك يا كابتن. عايز يبقى مهاجم يا كابتن مروان، ايه رايك؟ واحد والله اخويا كهربا اخويا طبعا. انا اول حاجه كابتن هاني طبعا. مساء الخير يا مروان، ازيك يا حبيبي؟ وحشني حبيبي. وانت كابتن، وببارك للقناه الجديده قناه الاهلي، حاجه محترمه وشرف نادي جميل النادي الاهلي، ودايما في نجاح كده ودايما في تقرب دايما يا كابتن. ان شاء الله. ان شاء الله حبيبي. حبيبي عمار، ولا عمار ولا كهر عمار طبعا. لا عمار طول ما مروان مهاجم، انا ما اقدرش اهاجم المهاجم يعني، مهاجم من المهاجمين الكويس. لا والله ما اقدرش اتعب، ما اقدرش ده. انا يمكن بحب العب معاه جدا يعني، حتى في التمرين دايما بقول له يعني بحب العب معاه، لان انا بحافظه يعني من زمان، لان انا كنت انا ومروان بنلعب زمان في نادي النيل يعني مع بعض. كنا بنلعب ضد بعض كمان دورات زمان. فانا كمان بحافظ لعبه وانا بحبه بالمستوى الشخصي يعني. لعبتوا مع بعض في الشارع كمان؟ اه لعبنا في الشارع مع بعض. وده كان لسه صغير. كمان انت ليك كمان قصص؟ لا اه تريزيجيه واحنا في الاهلي، بس انا لعبت مع قدام مروان واحنا في الشارع في دوره كده. نادي النيل ولا فين؟ لا في الشارع عندنا في المانيال عندنا ناحيتنا، كان هو في المانيال برضه لعبنا. بس انا كنت النهائي، مين اللي كسب النهائي؟ يمكن انت باين. اه هو كسب النهائي، بس ساعتها عملنا مشكله. هو جاب الجون كمان، وانت كنت واقف جون. لا عملنا مشكله ساعتها ما كملناش، هم كانوا كسبانين. عملنا مشكله وبعد كده بس هم خدوا عن الدوري يعني. لا يمكن مروان من الناس المحترمه جدا، ويمكن برده يمكن من الناس اللي ساعدوني برده اول ما دخلت النادي، ويمكن من المهاجمين يمكن دايما ان انا يعني على طول بتكلم معاه يعني، كان المهاجمين القليلين يعني اللي هو ناجح وبنجح اللي معاه يعني. يمكن احنا جوه الملعب عكس الناس بره الملعب يعني، دايما انا بتفرج على ماتش بقول يا طب هو ما عملاش كده ليه؟ طب لا انت لو دخلت جوه الملعب جوه غير. وكمان يمكن انا بحب العب مع مروان عشان هو بينجحني وبينجح البلاي ميكر وبينجح، لان هو محطه ما شاء الله عليه، يمكن لعيب كبير 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 جدا والله يعني. ان شاء الله اللي يعني الفتره اللي جايه دي بتاعته كلها والله، لانه شغال الفتره اللي فاتت دي شغل ما شاء الله عليه يعني. لا طبعا انا وانت ان شاء الله والفرقه كلها ان شاء الله. لا طبعا انا يعني باي كلامك، لان احنا عارفين مروان يعني، ممكن رؤيه المشجع بره ما تكونش زي رؤيه المدير الفني او المدرب. فمروان طبعا اولا عادي بقائك في النادي الاهلي، عادي جدد طبعا مع النادي الاهلي، ده شيء طبيعي جدا، وانت من المهاجمين الواعدين ومهاجم منتخب مصر، وان شاء الله باذن الله اخد برضو رايك في المرحلة اللي جاية، مرحلة الدوري، وشايف كمان بطولة افريقيا ازاي؟ والله كابتن احنا مركزين طبعا، انا الفترة اللي فاتت شغالين وماتشات ودية الحمد لله، اللعيبة كلها مركزة، كله بيتمرن، مفيش حد بيهزر، ننزل التمرين كلنا على رجل قلب واحد. عندنا طبعا افريقيا السنة دي لازم ان شاء الله باذن الله كله اللعيبة كلها مركزة ان شاء الله تخش النادي الاهلي باذن الله، ونفرح جمهور النادي الاهلي كله. واللعبه كلها مركزه، وحتى انا دايما بتكلم برضه مع كهربا دايما يعني، ساعات بيبقى متنرفز، هو ما بيحبش يخسر، ما بيحبش يتنرفز كده في الملعب، حتى في التمرين دايما بقابله بتكلم معاه، لان هو اضافه كبيره طبعا للفرقه وللنادي طبعا. وان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله يقدم احسن حاجه عنده، وكهربا عنده كتير، وكلنا ان شاء الله نفرح جميل النادي الاهلي ان شاء الله الفتره الجايه. ان شاء الله ان شاء الله يا مروان كلكم تسعدوا جماهير النادي الاهلي، ومنتظرينكم وكل الثقه، وزي ما بقول جماهير وخاصه جماهير النادي الاهلي داعمه لاي فرد من النادي الاهلي، اذا كان لعيب او اداري، او حتى احنا دلوقتي كموجودين في قناه النادي الاهلي جماهير رقم واحد، وان شاء الله تدعمكم دايما، وكهربا ان شاء الله يعني يكون عند حسن ظننا زي ما كان دايما عند حسن ظننا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ربنا يكرمك يا كابتن ويكرم الفرقه كلها ان شاء الله، وباذن الله نسعد جمهور النادي الاهلي السنه دي ان شاء الله باذن الله، ونحقق كل البطولات اللي جايه باذن الله. باذن الله ان شاء الله. نورتنا بالتوفيق يا مروان، وان شاء الله نشوفك بقى عندنا كمان في البيت الكبير ان شاء الله. حبيبي ان شاء الله كابتن، وبالتوفيق دايما ليك. حبيبي يا مروان، متشكر ربنا يخليك. انت مروان